الاهلي هيبدا من بكره طبعا الاستعداد لماتش الزمالك اللي هيكون الخميس باذن الله. حسم الدوري ممكن برضو يكون يعني لو اتكلمنا كده النهارده لو سيراميكا طبعا كليوباترا فاز او تعادل مع بيراميدز، لكن في حين بقى ان هو خسر هنحسم الدوري باذن الله يوم الخميس القادم. على كل حال عندنا كلام كتير جدا، خلينا نتكلم في كل ده، بس نرحب بالناقد الرياضي ضيفنا شادي محمد. بونجور. اهلا وسهلا. اهلا بونجور يا رب. الدنيا كلها اهلا بحضرتك. انا اللي سعيد جدا ان انا معاكم مره ثانيه. احنا اللي بنسعد بوجودك معانا. قبل ماتشات ايه؟ ناريه. طبعا عندنا هتتحسب الامور من النهارده فكرك ولا هنضطر نستنى يعني انا لا يعني مستبعدها شويه. ابعدها شويه. ولا تعادل حتى معقوله؟ يعني برضو صعب شويه لان انت برضو بتتكلمي او ممكن ان سيراميكا برضو بينافس عايز يبعد عن دوامه الهبوط. وفاضل له يعني ماتشين فلا هو ممكن يعمل ماتش قوي قوي النهارده ممكن الظروف تخدمه بس هو لا يعني انا برضو مستبعدها شويه شايف ان ان ان, إن, إن واتمنى على فكره انا اتمنى ان حسم الدوري يبقى في ماتش الزمالك يعني سسبنس هيبقى ليه طعم تصدق فعلا صح كلمه مظبوطه هيبقى له طعم تاني التتويج يبقى في ماتش القمه ده الجيم هيبقى مختلف والاستاد والتواجد كل حاجه هتبقى مختلفه اتمنى كمان يبقى في اجواء حماسيه حماسيه طبعا. ورياضيه وترقب هو ماتش القمه كمان بيبقى عليه سبوت كبير قوي من كل وسائل الاعلام ومن كل الرياضيين وهو الديربي الاول في افريقيا مهما حصل طبعا. ومهما حصل دروبات الدوري المصري او غيره لا الديربي المصري الاهلي والزمالك ليه طعم تاني خالص تعالى بقى قبل ما نوصل للديربي القادم يوم الخميس الجاي ان شاء الله تعالى نبتدي كلامنا بماتش الاتحاد ورؤيتك للماتش ده وفكره الدفع بقندوسي وفخري في وسط الملعب الى جانب اليو ديانج هل اتت ثمارها في رايك ولا لا التفصيل هو دي. طبعا خلينا نتكلم الاول ان مستر كولر بيعمل روتيشن عظيم جدا وشغله محترم قوي في موضوع الروتيشن بدليل ان الاصابات العضليه بسم الله الله اكبر ما شاء الله يعني مش عايز احسب قليله جدا في الاهلي عكس المواسم السابقه كان موضوع صعب جدا جدا لدرجه الناس كانت بتتهكم وتقول مستشفى الاهلي يعني فلا فالروتيشن المعمول دلوقتي مستر كولر محترم جدا بس يعني الناس برضو مستعجلة وعايزة طول الوقت ده الأهلي في نسق واحد متصاعد طيب ده برضو هيبقى في بعض الماتشات أو بعض المباريات بيبقى فيه دروبات شوية لأن أنت بتغير وتبديل وتوفيق وبتجيب لعيبة رجليها مش في الملعب على طول فبرضو يعني كان في يعني بعض اللعيبة لسه محتاجة فرص يعني فخري محتاج مباريات كتير ومحتاج يحط رجله في الملعب اكتر بس كوندوسي كمان برضو يعني اعتقد ان هو بدا ياخد ثقه مارسيل كولر وهيأدي الفتره الجايه بطريقه احسن بس الفكره في كوندوسي ان هو لسه ما خدش الثقه الكامله وادى الاداء المنتظر من جماهير الاهلي اللي كان مستنياه منه بس ان شاء الله مع الماتشات والمباريات القادمه هيبقى انت تقال مع بيرسي تاو اول ما جه تقالت مع لعيبه كتيره اول ما جت هو ده معناه ان يعني برضو خلينا نتكلم معاك شويه في التفصيله دي ساعات بيبقى في فجوه ما بين طموحات ورغبات الجمهور وهي طموحات مشروعه والمناسبه في حاله النادي الاهلي هو الاهلي هو اللي مطمعنا كجمهور لان احنا شايفين منه عظمه الحقيقه وبين رؤيه الجهاز الفني يعني مثلا ماتش الاتحاد جولين جم في زمن شبه قياسي في اول 12 13 دقيقه بعد كده بطبيعه الحال الامور هديت كتير ناس كتير بقى اتضايقت ليه تهدى ما تكمل مع ان ممكن تبقى رؤيه الجهاز الفني ان الماتش ادى المطلوب منه وحققنا من خلاله الهدف المنشود وخلاص ليه نحرق اللعيبه اكتر فساعات بيبقى في فجوه بين تطلعات الجمهور ورؤيه الجهاز الفني هو في عده عوامل تانية كمان غير الجهاز الفني يقول له اهدى او اللعيبه تهدى انت بتتكلم ان الاهلي في موسم مضغوط كبير جدا 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 اللعيبه بتواجه ضغط بدني وذهني يفوق اي اعتقد ما فيش فريق في افريقيا أدى عدد المباريات اللي أداها الأهلي فلا اللعيبة مضغوطة طول الموسم السيزون طويل جدا أنا لو أنا لعبت ماتش وكسبان وشاف الماتش بتاعي والدنيا بسيطة وحلوة وفي أي وقت هقدر أجيب جون
لا انا بيبقى في حته تراخي شويه زي ما حضرتك بتقول برضو ان الجهاز الفني ممكن يهدي اللعيبه، مفيش التحامات، عشان زائد كمان ماتش الاتحاد كان في حته مهمه قوي ان احنا كنا خايفين اللعيبه تاخد انذارات عشان هيغيب عن ماتش القمه، فدي كانت مهمه جدا. حتى انت كنت لو ملاحظ ان الالتحامات كانت قليله شويه، اللعيبه خايفه، وزائد كمان خايفين من الاصابات. فلا فاللعيبه برضو عملت الهدف المنشود اللي انت أول في اول الماتش خالص، في اول ربع ساعه انت متقدم بنتيجه ممتازه، فلا يعني انا هلعب اقل المجهود واقدر احقق النتيجه المطلوبه، طب ايه المانع؟ لكن طبعا الجمهور ليه فكر تاني، هو عايز سكور، عايز ارقام، عايز وده طبعا حق مشروع على فكره الجمهور جدا، وانا بايده في ده. بس في الاخر كل المنظومه ليها حساباتها، هو ممارس الكره اللي حساباته، هو خايف من حاجات معينه. انا بالنسبه لي خلاص خدت 3 بونت من الاتحاد وقافل الجيم بتاعي كويس، ايه المشكله بقى ان انا احضر لماتش القمه واحافظ على لعيبتي من انذارات والغيابات والاصابات. لو اتكلمت شويه على الزمالك، واحنا هنروح ونرجع طبعا للملفات مختلفة، بس خلينا برضو نحاول نقيم حاليا المنافس. الزمالك الفترة اللي فاتت كان ليس الأفضل تماما على كل المقاييس. في الفترة الأخيرة وبعد التجديد طبعا للمدرب شوية الثقة عادت مرة تانية، وأداء الفريق بقى إلى حد ما فيه نسبة من الأفضلية. متوقع ان هو يزداد ويبقى فيه فعلا تنافسيه شديده جدا يوم المباراه، ولا لسه في جاب كبيره، خصوصا ان انت كمان ترتيبك في الدوري في جاب كبيره جدا على غير المعتاد خلينا نقولها؟ لا انسي بقى موضوع ماتشات كمان الترتيب ولا ليها اي مستوى والكلام ده، لا ما لهاش اي مقياس، وما ينفعش ان اقيس عليها خالص. وبعدين فكره ان الماتش ده ليه حساباته، وياما التاريخ يقول كده، ان ما فيش حاجه اسمها فريق داخل اقوى من فريق، لا يعني ولا لغه ارقام ولا ترتيبات ولا غيره. طبعا بيبقى ليها جزء يعني وثقه للعيب، بس ما ينفعش الثقه دي توصل لمرحله الغرور. لو دخلت مرحله الغرور بيتقلب ضده على طول. طيب الزمالك اوساريو قدر يخلق دوافع جديده للفريق، قدر يوظف بعض اللعيبه في اماكن مختلفه، هو طبعا لسه بيحط ايده على الفرقه وايده على الملعب فبيجرب لسه، بس ده ما يمنعش ان هو بقى في مخالب شويه او انياب للفرقه عكس الاول خالص، كانت الفريق مش على المستوى وكان في دروب جامد قوي في الفرقه. لا بس اوساريو قدر يظبط شويه. طبعا الزمالك في ديفوهات كتير جدا، وفي اماكن يعني في اماكن محتاجه لعيبه او انتدابات جديده منه، بس يعني نعم تدعيمات. طبعا محتاج تدعيمات، بس في الوقت الحالي طبعا ده مش مسموح، بس يعني لا لسه ما يعني مش مستوى الزمالك اللي انا اقدر اقول ان هو ممكن الفتره الجايه مثلا ينافس على افريقيا، ينافس على الدوري او لا ما فيش لسه. للامانه يعني برضو في الفتره الاخيره عاملين شغل معقول لو اخذنا في الاعتبار الظروف، عدم الاستقرار اللي بيمر بيها النادي بشكل عام. صحيح يعني يعتبر كتر خير الدنيا الحقيقه برضو. لو ما كمان كانوا موقفين من القيد وجابوا تدعيمات جديده الموسم ده يعني يعتبر، بس في نفس الوقت في لعيبه مهمه جدا مشيت، يعني انت عندك امام عاشور مشي وده كان اهم لعيب، هو وزيزو في الزمالك يعتبر هم اللي كانوا شايلين خط وسط الزمالك كله. امام عاشور مشي وفعلا في دروب كبير حصل في الزمالك بعد امام عاشور ما مشي. فلا يعني هم محتاجين لسه تدعيمات قويه جدا، وما قدروش مثلا يجيبوا بديل كويس لامام عاشور، يعني كانوا عايزين مثلا يجيبوا مروان عطيه او القندوسي ما سعفهمش الحظ. فلا ما قدروش يجيبوا تدعيم مناسب للمركز ده. اوكي طيب زي ما ناس كتير بتقف عند التفصيله بتاعت الروتيشن اللي بيجيد مستر كولر التعامل بيها مع اللعيبه، هنرجع مره تانية للنادي الاهلي، ناس برضو وقفت عند التطور الملحوظ اللي طرأ على بعض اللاعبين او اغلب اللاعبين، بس في ناس منوره زياده تحت قياده كولر، شفناهم في ثوب جديد انجاز التعبير، ينطبق الكلام ده على مين في رايك؟ لا ده في اكتر من لعيب لازم نتكلم عنهم، اولهم حسين الشحات. حسين الشحات وصل لمرحله نضج دلوقتي نضج وثقه الجمهور الاهلي، وبيسال فين حسين لما يكون مثلا احتياطي او بيريح او مش موجود، فين حسين؟ في بيرستاو. بيرستاو كان تعرض لانتقادات كبيره جدا جدا لدرجه الناس طلبت برحيله، مع تم اكتشافه من جديد
حتى هو بقى سعيد في اللقاءات، انت لو تبص عليه قوي ما كانش تحس ان هو مبتسم دايما، دلوقتي مبتسم قوي. بيرستاو يعني دلوقتي عاد اكتشف نفسه. في مروان عطيه لعيب لسه، انت مش متخيل يعني، احنا لو جينا نتكلم عن مروان عطيه نقول ده لعيب لسه جاي فتره القوات الشتويه، ما لحقش فجاه دخل منتخب اهم لعيب خط وسط في مصر. لا طبعا مارسيل كولر بدا يكتشف لعيبه او بدا يعيد الثقه في بعض اللعيبه، قدرت تاثر بالايجاب على النادي. والحقيقه ان برضو كهربا مع مارسيل كولر شكله اتغير جدا. يعني انت بتتكلم دلوقتي يعني بقى يعني من اوراق الرابحه لمستر كولر. فلا مستر كولر كمان اللي يشوف تاريخ المدرب ده هيعرف ان هو اساسا مكتشف النجوم مره اخرى. يعني مثلا لما تشوف تاريخه، لا اكتشف لعيبه كانت خلاص بداوا الناس تنساها، لا رجعها تاني وعاد باركها. هو بيشتغل على الجانب النفسي جدا والجانب الفني، يعني الاثنين مع بعض. ومش كل المديرين الفنيين بيبقى عندهم القدره دي، بالعكس في بعض المديرين الفنيين اللي بيبقى عندهم الفنيات قويه جدا لكن الشق النفسي فيه بالعكس العكس بقى، يعني بيبقوا بيحبطوا اللعيبه الى حد كبير. لكن كولر يعني احنا حتى بنقيم دلوقتي وبنشوف، قلنا انا وكريم الكلام ده قبل كده، بتشوف اللاعبين عندنا يعني مش اللي هو اللاعب التعبان قاعد مثلا في الدقايق او في الشوط الثاني في الجزء الاخير، لا لاعب واقف، اللاعب بيأدي بشكل كبير، الطاقه عنده موجوده، المستوى في الجري وغيره موجود. يعني ما بتشوفش لاعب اتاثر مثلا بمده الوقت قبل، الاجهاد البدني مش موجود بقى بشكل كبير. فده نجاح برضو للمدير الفني طبعا. ده انا عايز اقول لك كمان ان لسه مستر كولر ما جالوش الدعم الكافي. يعني الموسم اللي فات كان بسرعه ما لحقوش الاداره في الاهلي ان هم يجيبوا له الدعم الكافي اللي هو كان محتاجه. اعتقد الفتره دي لا، هو بالتعاون مع الاداره ولجنه التعاقدات في الاهلي، لا الموضوع مختلف. الموسم الجاي هيجي له تدعيمات قويه، وكمان احسن جدا التعامل في ضوء المتاح قدامه. انت متخيل؟ زائد طبعا زي ما حضرتك قلتي ان لا العامل البني تاثر في الاهلي بقى اقوى، بقى احسن لعيب واقف على رجليها. زائد في نقطه مهمه قوي ان انت دلوقتي ما فيش لعيب بيخرج من الملعب زعلان. لا اللعيبه كلها عارفه ان ليها دور. هو قوي جدا في اوضه اللبس، بيلعب على العامل النفسي فعلا. ما فيش لعيب يخرج منطعد او متضايق ان هو خرج، لا هو عارف ان ده دورك وانت مش موافق هطلعك، او حسب الخطه حسب الملعب محتاج ايه متطلبات الجيم بقى. بالظبط. طيب تيجي نروح شويه للمنتخب الاولمبي ونرجع تاني. يلا بينا. تعال دلوقتي، في ناس ساعدت جدا بالشكل اللي ظهر عليه المنتخب الاولمبي، وخصوصا في الجزء الاخير من مشواره في البطوله اللي كان مشارك فيها مؤخرا، وناس كتير وقفت عند حمزه علاء بشكل استثنائي. من منطلق انه فعلا يعني حاجه مطمئنه جدا لينا كجماهير النادي الاهلي ان احنا عندنا عارين النادي الاهلي الولاد الحقيقه من صحيح. ودي حاجه مش جديده. حفظت المرمى تحديدا طبعًا. على فكره على مدار تاريخ طبعا. وفكره ان انت عندك اربع لعيبه في القوام الرئيسي او التشكيل المثالي اللي اصدره الاتحاد الافريقي لكره القدم لامم اوروبا الامم الافريقيه تحت سن 23 سنه، عندك رباعي مصري، الحاجات دي حلوه تمام. لكن من زاويه تانية في ناس برضو واقفه عند النواقص، الحاجات اللي كانت المفروض تبقى متوفره ومتحققه فكنا نشوف احسن شويه من اللي شفناه. انت شايف ايه؟ طيب هو الاول بس خلينا نقول ان المنتخب ده فيه عناصر كويسه جدا تقدر نبني عليها. عندك ابراهيم عادل، حمزه علاء زي ما حضرتك قلت، واكتر من في محمود صابر كمان، في محمد شحاته، لعيبه ممتازه جدا وخصوصا خط الوسط. احنا عندنا فعلا نواقص في المنتخب ده. بس خليني اقول لك ان برضو المنتخب ده مظلوم في حاجه، ان هو بطوله افريقيا اللي فاتت اللي كان المفروض يلعب مع الكابتن ربيع ياسين اتلغت بسبب كورونا، فبرضو احتكاكاته الدوليه ما كانتش قد كده، عكس المنتخب اللي قبليه اللي هو كان فيه رمضان صبحي ومصطفى محمد واللعيبه دي. لا المنتخب ده كان يعني اقدر اقول لك ان هو اتظلم شويه في حته الاحتكاكات. بس اقدر اقول لك برضو ان يعني انا مش ما اقدرش اقول لك ان هو محتاج بس لقاءات كتير، محتاج عناصر خبره. يعني طبعا انت عارف هيحصل تدعيم في الاولمبياد بتاعت لعيبه كبار، عناصر خبره تقدر تاثر فيه بالايجاب، تدي اللعيبه ثقه تقدر. واعتقد على هيبقى على راسهم محمد صلاح طبعا،
وجود محمد صلاح مثلا مع المنتخب ده ومع اللعيبه دي هيديها خبرات وثقه طبعا. عاليه جدا جدا جدا، ويقدروا يروحوا حته كويسه في الاولمبياد. انا ما اعرفش او مش يعني انا نفسي طبعا احقق ميداليه، يعني خصوصا ان ميكالي قبل كده مع البرازيل حقق ميداليه يعني. الوحيده اللي يعني كان ما خدوش اي ميداليه قبل وذهبيه على طول فيعني ده يعني حاجه محترمه جدا. بس انا اتمنى ان طبعا نحقق ميداليه، وتبقى دي اول مره نحقق ميداليه ذهب او فضه. بس مش عايز برضه تحط لو تعلى قوي فيحصل دروب المنتخب فنحرق اللعيبه دي او نظلمها. دي طب احنا لو اتكلمنا بموضوعيه وشفافيه، احنا وضعنا شايفه ايه بالنسبه للفرق اللي هتنافسها او اللي هننافسها في الاولمبياد؟ لا بس يعني انا ما اقدرش اقول لك، اصل هي في الاخر بطوله مجمعه، واللاعب المصري دايما في البطولات المجمعه بيختلف. ازاي؟ يعني هقول لك، اللاعب المصري في البطولات المجمعه بيحصل اندماج، بيحصل تهيئه كويسه جدا، فبيقدر يدي زي المنتخب مثلا الكبير مع حسن شحاته في البطولات المجمعه قدر يحقق 3 افريقيا ورا بعض. تمام؟ والفتره اللي فاتت برضو اتنين فضه افريقيا برضو. فالبطولات المجمعه بتفرق مع اللعيب المصري، بتقدر تقفل عليه، تقدر يبقى يخليه يركز في التمرين، عكس مثلا ماتش رايح جاي ذهاب وعوده والكلام ده كله بيبقى لا مش بطوله. النتيجه مش كويسه قوي للمنتخبات دايما. لا فانا ممكن نحقق حاجه فعلا، بس انا خايف ان ممكن انت ما تقدرش تحقق فتظلم اللعيبه دي والناس تهاجمهم فنخسر عناصر مهمه قوي منها. يعني حمزه علاء ده لعيب مهم جدا جدا جدا، حارس منتخب صاعد ما بيلعبش فريق اول لسه، بس بالثقه دي وهياخد احسن لعيب في افريقيا طبعا وبالاداء ده حرام اظلمه. طيب عندك ابراهيم عادل موهبه مهمه جدا جدا للكره المصريه الفتره الجايه. فلا انا خايف على اللعيبه دي، لازم احميهم برضو واقول ان اللعيبه دي مهما حصل لا انا عندي نواه بقدر ابني عليها الاجيال الجايه. ومع العلم ان انت برضو فكره ان انت تلاقي موهبه دلوقتي في الكره المصريه صعبه. انت دلوقتي عشان ازاي؟ بالظبط لسه كنت عايز اقول لا ازاي وليه؟ احنا 105 مليون بني ادم بنلعب كوره في الحواري والشوارع. هسالك سؤال، هل احنا عندنا باك شمال في مصر او هقول لك كذا مركز؟ لا هي مش تقاس كده، تسمح لي بلاش يا شادي معلش، هي قصة كلها فيها شادي. عندك كوادر؟ لا عندك كوادر، بنشوف ده كتير في محافظات مختلفة لما بننزل نعمل تقارير بنشوف الفرصة بتجيلهم ولا لا، ده اللي احنا ما نعرفوش. مع بقى فكرة ان الكشافين والسكاوتينج والحاجات اللي احنا بنسمعها اللي هي المفروض بتتم بشكل مستمر، قالك انا عندي كوادر والناشئين المختلفين في الأندية اللي هي عايزة شغل بالمناسبة اكتر، الأكاديميات دلوقتي اللي موجودة. بس في الاول في الاخر لا، الكوادر موجوده، انا بستغل الكوادر دي صح بقى ده موضوع تاني. انا ما هي النتيجه، الكادر موجوده، انا بتكلم في النتيجه. طب ما النتيجه أنا دي مش غلط، الموهبه اللي مش موجوده ده غلط بعد كده، ازاي انا بستغل؟ ايوه انا فاهم حضرتك. طيب كلام مظبوط، بس انا بتكلم دلوقتي في النتيجه. النتيجه هي ايه؟ انا دلوقتي النوادي المنتخب اللي بياخد من النوادي لعيبه او المراكز اللي يكمل بيها المنتخب هي دي اللي بعتمد عليها دلوقتي. ما دي بقى مش قصه موهبه موجوده ولا لا، دي قصه. انا قصدي كده يعني هل ده معناه ان زمن الكشافين كان طبعا اكثر انتاجيه من دلوقتي؟ يعني دلوقتي انا حتى عايز اسالك السؤال ده بصفه شخصيه، هل انت شخصيا عندك شك ان بلدك دي ما فيهاش 100 200 300 محمد صلاح ما حدش يعرف عنهم حاجه؟ كتير جدا، في كتير جدا. وانزل شوف في الدورات الرمضانيه مثلا تتفرج هتستمتع. ما شفتنيش انا في الدوره الرمضانيه في دبل كيك يا استاذ، كان محور حديث مدينه الانتاج الاعلامي. لا في طبعا في عندنا فعلا طاقات كتير وعندنا مواهب. في مشكله كبيره، انت دلوقتي بتتكلم ان الكوره او الرياضه فكره الاكاديميات اللي ظهرت خلت ان المواهبات عشان توصل صعبه شويه، بس في محاولات جديده عشان تكتشف المواهب. نتج عنها لسه النتائج، لسه انت منتظر النتائج. يعني بس الاكاديميات دايما بتقول ان هي لا تخدم، بالعكس الاكاديميات سواء اللي هي قابله للربح او الاكاديميات بالمفهوم العالمي اللي هي قاعده ناشئين، لان احنا عندنا المصطلحات مختلفه شويه، دي مفروض ان هي بتدي فرصه اكتر لاكتشاف المواهب. لا انت كده بتتكلم عن اكاديميه، يعني اختبارات بتبقى مفروض بتتم علشان اقدر اكمل مع الطفل ده او مع الناشئ ده ولا لا. ايوه ماشي، ما في اكاديميات بمقابل مادي،
عكس ما اقول في اختبارات، الاختبارات حاجه والاكاديميات ما هي بيحصل حاجة. اختبارات برضو في الاكاديميات ده مفروض هو جزء عشان يتصعد من الاكاديميات بقى هدفها الربح. أيوة. بطبيعه الحال يعني. ايوه ده اللي قصدي. وبالتالي مش هينتج عنها خير قوي لكره القدم المصريه بالظبط، غير في حاله وجود فلتات يعني. عكس انت ما كنت الاول بتنزل تبص في مركز الشباب والانديه الصغيره والدوريات اللي هي بتبقى منظمه بشكل شعبي، كنت بتطلع منها جواهر. طب وليه ما نطلعش جواهر تاني الفترة اللي جاية؟ ما فيش، أنا يعني مش عارف ليه أهملناها يعني؟ مش عارف ليه، ومش عارف ليه كمان ما بقاش تلاقي الموهبة اللي طالعة من تحت تقول عليها. عارف أنت لعيب كرة شراب؟ طبعًا زمان حريف. طبعًا بقت عملة نادرة يعني. أنت مركز 10 في مصر قليل، مركز 9 رأس الحربة منتخب مصر اللي هو زي حسام حسن، ما فيش خلاص دلوقتي، ما فيش. بعض المراكز انت بتواجه صعوبه كبيره جدا 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 عشان تلاقي لاعب موهوب وتقدر تعتمد عليه. طب ازاي ما عندناش لعيب يعني؟ احنا انا فاكر كويس قوي في بدايه ظهور نجم قفشه، ناس كتير قوي كانت فرحانه بالتفصيله دي فيه، عنده الخاصيه بتاعت لعب الحواري انجاز. أيوة. التعبير. أيوة. يعني حريف بقى ليه عندنا نقطه في كده يعني؟ طب انا هقول لك على حاجه، انا بقالي 3 سنين بكتب وبسال سؤال، فين هو المهاجم رقم 9 اللي بعد عماد متعب او عمرو زكي؟ مش لاقيين مهاجم يصلح لمنتخب مصر اقدر اعتمد عليه واقول هيدر او اقول سترايكر يعتمد عليه منتخب مصر ويبقى هداف مثلا البطوله. هل ده موجود دلوقتي؟ لا مش موجود. انت كل اللي بتعمله تبديل وتوفيق. قام بالدور ده نسبيا مصطفى محمد في وقت يعني دلوقتي. مع ذلك برضو ما ينفعش نقارن طبعا. ما في يعني برضو ايه، نقول عامل السن، نقول عامل الخبره لسه. بس في النهايه انت بتتكلم لما بتحط عماد متعب او عمرو زكي او حسام حسن واسماء كتير قوي يعني، الواحد برضو يعني قائمه طويله قوي دلوقتي مش موجوده. انت بتدور مثلا على باك شمال في مصر نفس مستوى معلول، مش لاقي. يمكن دلوقتي في ممكن باك شمال اقدر اقول لك بداوا يظهر دلوقتي شويه في الزمالك وبعض المراكز، لكن انت مش لاقي سترايكر، مش لاقي رقم 10 يحرك الفرقه. في بعض المراكز فيها نضره شويه في مصر. وانا عندي سؤال عام يعني شويه، انا حصل ليا ان انا غطيت اكتر من مسابقه تورنمنت دوليه يعني، وكان فيها انديه اوروبيه جات لعبت مع ناشئين هنا. صحيح. من عندنا واتعملت اكتر من مره. لما بتيجي تشوف الاداء، بتشوف الاداء في الناشئين بجد قوي جدا. حتى لما تيجي، وانا عملت انترفيوز مع اللعيبه اللي هم تحت 17 سنه وغيره، اعمار مختلفه يعني، من دول اوروبيه وانديه اوروبيه مختلفه، مفروض الفرق الاولى بتاعتهم فرق قويه جدا. فبتيجي يقول لك، تساله عن اللاعب المصري والكوره المصريه، يقول لك لا احنا ما كناش متخيلينها كده، اقويه جدا في الملعب و بيقعد يشكره. ايه اللي بيحصل بقى يعني؟ طالما انا بتكلم ان انا تنافسيه مع انديه كبرى، فرق الاولى بتاعتها والفريق الاول بتاعها ده فرق كبيره جدا عالميا لها رانك معين، ليه بعد كده الموضوع بيحصل فيه دروب يعني؟ انا نفسي ما فهمتش. هو اولا بس لازم نتكلم عن المنظومه الاحترافيه اللي بتبقى ماشيه بيها الانديه دي. انت بتتكلمي على نظام صارم جدا اللعيبه بتلتزم بيه غصبا عنها. ما فيش لعيب يقدر يحيد، ما فيش لعيب يقدر مثلا نقول هو يرجع يسيب معسكر ويخرج ويرجع تاني ويلعب، لا بره ما فيش الكلام ده كله. زائد كمان نظام غذائي محترم، نظام يعني في صرف بشكل كبير كمان، صرف وانضباط، كل واحد عارف دوره ايه في المنظومه. عكس هنا برضو بعض الانديه او بعض المنظومه عموما اصلا كمان يعني بيبقى فيها تسايب شويه، فيها مجاملات. مش مجاملات، فكره معلش هو غلط فمعلش. لا معلش، ده ثقافة عامة عندنا في كل حاجة. غلط معلش. ما دي مشكلة أو دي الأزمة أنا بشوفها عندنا. دي كبيرة جدا يعني. أنا شايفها دي أزمة الثقافة دي. ثقافة معلش. فلا يعني احنا هي دي الفكرة. لكن أنت بتتكلمي طبعا اللاعب المصري مهم جدا، ويقدر لو خد الثقة بيعمل نتائج عظيمة جدا يعني. احنا ممكن نتكلم على ماتشات كتير جدا او مباريات كتير جدا اللاعب المصري قدر يثبت فيها وجوده. عندك مباراه البرازيل، احنا خسرنا فيها خسر اخر دقيقه بس احنا عملنا اداء مبهر. عندك خسرنا ايطاليا، الاهلي كسب روما وريال مدريد وانديه عالميه كبيره. لا يقدروا كل حاجه، بس الفكره كلها في الاستمراريه. لو في استمراريه اللاعب المصري هيبقى في مكان تاني. وعندك صلاح، عندي لما استمر وقدر يكمل، وهاني رمزي قبل صلاح لما استمروا وقدروا يكملوا ومشوا على السيستم ده، دخلوا المنظومه. مجرد ما يخشوا المنظومه بيبقى في شأن تاني خالص. ما هو السؤال بقى، طالما ذكرت صلاح وهندي مثاله، مثال محروق يعني بس هو واقع. صلاح يعني صلاح
اترفض هنا. يعني هي دي بقى الحاجه اللي الواحد بيبقى موهوب وشايف نفسه موهوب ويجي يترفض هنا او ما ياخدش مكانته في اي بلد بقى، مش لازم في مصر، ما ياخدش مكانته في بلده، فبيضطر ان هو يلجا عشان يبرز موهبته في الخارج وينجح في الخارج ونبتدي نقول صلاح. فهي دي النقطه. طبعا ده مش بشكل عام انا بتكلم فيه، بس في بعض الناس اللي عانت مرار ده. ده حاصل في رياضات كتير كمان غير كره القدم. طب ده بقى مين مسؤول عن الازمه دي؟ هل المسؤول المباشر اللي بيكون معاه؟ هل بيكون في سوء تقدير؟ يعني ما احنا حابين نعرف ابطالنا دول ليه نفقدهم اصلا. ما انت بتتكلمي في حاله عامه، ما بتتكلميش على صلاح بس. ده احنا عايزين بقى ده انت بتتكلمي في صح زي ما انت قلت. لا دي رياضات ثانيه. ده لغايه امبارح كان في وقائع معينه ليها علاقه بالمبدا اللي انا قلت لك. ايوه واللعيب في رياضات ثانيه غير كره القدم. ايوه انا فاهم قصد حضرتك. واللعيب ممكن يتجنس. هم لما بيعملوا كده بنزعل. ما هو ده الغريب، انا مش فاهم تزعل ليه. طب ما هيعمل ايه؟ طيب يعني هو في الاخر اترفض في بلده واتعامل معامله وحشه طب ما هيعمل ايه؟ هيقعد في بيتهم؟ صح. مش هيقعد في بيتهم. صح. فلازم نشوف حل الموضوع ده كله. لازم يبقى في منظومه كل اتحاد بقى، او نتكلم على كره القدم عشان الموضوع اوضح. لا الاتحاد الكوره لازم يبقى في مكان او جهه ما في تقول ان انا تعرضت في الظلم في الجزئيه دي، فتعال حقق في الحته دي. يحقق مش اكتر جهه تحقيق. ايوه جهه ولو حققت مره كل هيخاف يعمل كده. ايوه جهه تحقيق ومحاسبه. ده أيوة مهم جدا. انا متفق أيوة مع حضرتك. فانا مجرد ما حصل تحقيق في مره او اتنين وحصل عقاب ما تقالش معلش، لا مش هتكرر تاني. صح. طيب دلوقتي برغم ان كرة القدم تطورت جدا وميزانياتها بقت واصلة للسماء وعدت الحدود واللعيبة بقت بتاخد ارقام شبه فلكية وبقى في حاجات كتير قوي استجدت في عالم كرة القدم المفروض ينتج عنه زيادة في متعة المشاهدة، ومع هذا انت ممكن تبقى بتقلب في اي قناة فتيجي ايه متكعبل في ماتش قديم تمام فتشوف كورة ما بتشوفهاش دلوقتي. ايه اللي مدي طعم وخصوصيه شديده لكره القدم زمان بالمقارنه بدلوقتي، علما بان زمان الاوضاع والحال لا يقارن بدلوقتي؟ طب انا هقول لك على حاجه. لما كنت ببحث على فكره ان ليه مش موجود سترايكر او بعض المراكز ناقصه فيها نقص في مصر وكده، اكتشفت ان العالم برضو في ندره في بعض المراكز منها مركز 10. طب اتغلبوا على الموضوع ده بايه مثلا؟ قال لك احنا ممكن نلغي مركز 10 ده ونخلي الفريق كله او بعض المراكز الاجنحه او خط الوسط يحرروا يحرك هو اللي يسع الفرص والكلام ده كله ونلغي مركز 10. طيب اصبحت الكوره هنا فيها حته الديناميكيه المميكنه كده والجماعيه. لكن انت الاول كنت بتتفرج على مارادونا او على رونالدو. ده رونالدو ظاهره وعايز اقول لك ان احنا بعد رونالدو وميسي انا مش لاقي لعيب اقدر اقول عليه حريف تحب تستمتع تتفرج بيه. طبعا في امبابي وفي لكن برضو مش كره رونالدو ولا كره ميسي. فلا حتى الموهبه برضو اصبحت في ندره، وده ارجع اقول لك تدخل راس المال بشكل فج بيخلي الموهبه تختفي، ان اصبحت ممكن تبقى الكره للاغنياء او للمقتدرين فقط في بعض الدول. فده يخلي الموهبه اللي هي عايز اقول لك مثلا ان البرازيل طبعا شعب فقير يعني مش كله طبعا، بس انا بتكلم على النجوم اللي طلعت او الحريفه قوي اللي طلعوا من البرازيل كلهم طلعوا قالوا احنا كنا فقراء جدا ومش لاقيين ناكل، فالكوره هي اللي نقلتنا. فكانت الكوره كانت ملاذ الناس دي، فكانوا حتى البرازيل دلوقتي اصبحت ما فيهاش مواهب. يعني انت مين اخر نجم شفته في البرازيل طالع تقدر تقول عليه موهبه فذه؟ حتى البرازيل ما فيش غير نجم مثلا او اتنين. ده الاول كان منتخب البرازيل كله نجوم. طب طالما الموضوع وصل للبرازيل نفسها طب ما تيجي نقفل الحلقه على كده ولا انت شايفين ايه؟ بكلمك بامانه متاكده والله ساعات بعد الكلمتين دول. يعني بص هو الجزئيه الاخيره دي يا شادي عايزه حلقه ما ينفعش نعدي عليها سريعا، لان انت بتتكلم في ملف ظاهره مهم جدا. يعني راس المال وتدخلاتها وانعكاساتها الايجابيه والسلبيه، لان مش كلها انعكاسات سلبيه. فخلينا دي في لقاء تاني تنورنا فيه ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا جدا. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. صباح الفل.